سيدي رسول الله، لو كان الخلق الإنساني الرفيع ممثلا في شخص ذي كيام لطأطأ الرأس لسمو أخلاقك وكمال إنسانيتك وصفائلك. سيدي رسول الله، أسعدني الله بدراسة سيرتك وأنا يافع دون عمر الشباب، ثم شرفني بتدريس سيرتك لطلاب الجامعة، فلا والله لا أذكر ساعات كانت أمتع إلى نفسي ونفوس طلابي من تلك التي كنا نسمو فيها بأفكارنا ومشاعرنا إلى أجواء أخلاقك الإنسانية الربانية العجيبة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 في سلسلة دروس السيرة النبوية. ما زلنا نتحدث عن المبادئ والعظات والأحكام التي تؤخذ من غزوة الخندق، وهي التي تسمى أيضا بغزوة الأحزاب. وصلنا إلى المسألة الثالثة التي ينبغي أن نقف عندها من أحداث هذه الغزوة: اشتراك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في أعمال الحفر ونقل الأتربة وكل ما يتعلق بحفر الخندق. ولاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة أصحابه تحملا لأعباء هذا العمل، كانوا يجوعون، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أشدهم جوعا، كانوا مرابطين تاركين بيوتهم أهليهم للقيام بهذا الواجب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولهم رباطا. نعم. ثم لاحظنا تأثر سيدنا جابر عندما رأى الحجر المعصب المشدود على بطنه من الجوع، وكيف ذهب إلى داره بعد أن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء يدعو رسول الله إلى طعام بسيط لا يكفي لأكثر من 6 أو 7 من الناس. طيب، القصة لا داعي إلى أن نعيدها، لكنني يجب أن أقف بكم على المبادئ الهامة التي تستنبط من هذا المشهد. أولا، اشتراك النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في هذا الجهد لا بالطريقة التقليدية المألوفة، لا، بل بالشكل الذي ذكرناه، يكشف لنا عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا، ويطرد من الذهن كل الاحتمالات المخالفة لذلك. أنتم تعلمون أن في المبطلين من افترض أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمح إلى رئاسة، إلى ملك، كان يطمع بالمال، وكانت دماء الزعامة تنبض في عروقه. كثيرون من المبطلين قالوا هذا الكلام. هذا المشهد الذي رأيناه، عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، ارتباطه بهذا العمل
تحمله للجوع الشديد، تحمله للجهد الجهيد، حتى إن جابرا يروي لنا في الصحيح أن التراب ستر جلد النبي عليه الصلاة والسلام عن رؤية الرائي له، هذا شيء واضح. نعم. طيب، هذا يدل على تفاهت هؤلاء الذين يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم النبوة سلما للوصول إلى الحكم، سلما للوصول إلى الأبهة، الزعامة، الملك، المال. الإنسان الذي يطمح إلى هذا وتطمح نفسه إلى هذه الرتب، ما أغناه عن تحمل هذا الجهد؟ ليس هنالك ما يلزمه للوصول إلى الحكم أن يفعل هذا بنفسه أبدا. عرض عليه الملك كما تذكرون وهو في مكة، عتبة بن ربيعة عرض عليه، قال: إن كنت تبغي مالا أعطيناك من أموالنا حتى تكون أغنى واحدا فينا، وإن كنت تبغي ملكا ملكناك علينا فلا نقطع دونك بأمر. وعرضوا عليه كل ما يمكن أن يتخيله المبطلون. فماذا كان جواب النبي؟ قال: ما جئتكم بما جئتكم به أبغي مالكم، ولا الشرف فيكم، ولا السؤدد عليكم، ولكن الله جعلني نبيا وأنزل علي كتابا فبلغتكمه، فإن تؤمنوا به فذلك حظي منكم وذلك حظكم مني، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي بيني وبينكم. طيب، قد يقول قائل: هذا عبارة عن لباقة، يقول هذا الكلام حتى يعني يكسب قلوب الناس ومن ثم يصل رأسا إلى الحكم قفزا. طيب، قال هذا الكلام لباقة: ها هو ذا رسول الله في سلوكه يجوع أصحابه فيكون أشد منهم جوعا، يبذلون الجهد الجهيد في سبيل حفر الخندق فيكون أكثرهم تحملا لهذا الجهد من أول العمل إلى آخر هذا العمل. هل رأيتم إنسانا يطمح إلى الأبهة، إلى الملك، إلى التعالي على الآخرين، إلى جمع المال، يصبر على مثل هذا الظن؟ يصبر على مثل هذا البؤس؟ لا يمكن بشكل من الأمكان. إذن هذا العمل الذي رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارسه في حفر الخندق يظهر لنا شخصية النبوة في كيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويمزق كل الافتراضات المخالفة الأخرى. طيب، تعالوا إلى النقطة الثانية في هذا المشهد. سيدنا جابر ذهب وبحث عن الطعام الموجود عنده، فعلم أن في بيته جديا صغيرا وشيء من الشعير، ورأى أن هذا الموجود في داره لا يكفي لأكثر من 6 أو 7 أشخاص، الكثير يعني. طيب، وجاء إلى رسول الله وهمس في أذنه قائلا: طعيم لي، طعيم لي، فلو جئت أنت وثلاثة أو أربعة من أصحابك يا رسول الله. هنا قد يقول القائل من منطلق حكم فقهي: الداعي هو جابر، والطعام طعام من؟ طعام جابر، وهو لم يدعو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاثة أو أربعة معه من أصحابه، هل يجوز يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستاق معه كل الصحابة إلى بيت جابر، رغم أن الداعي هو أمير الدعوة والداعي لم يدعو أكثر من 3 أو 4 أو 5 مثلا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما جابر فكونه يتصرف بهذه الطريقة هذا دليل
إنسانيته وذوقه وشدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عز عليه أن يرى رسول الله وقد عصب على بطنه الشريف حجرا من شدة الجوع، والطعام لا يكفي إلا لعدة أشخاص، لبضعة أشخاص. شيء طبيعي مقتضى حب سيدنا جابر لرسول الله أن يجعل دعوة خاصة له ولمن يشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ضمن هذا العدد، في سبيل أن يشبع النبي عليه الصلاة والسلام، أجل أن يكفي الطعام. يعني أن سيدنا جابر لم يحصر الدعوة في هؤلاء السبعة بخلا، لا، ولكن حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقة عليه، حتى يعني يجد من الطعام ما يشبعه. إذن عمل سيدنا جابر طبيعي، والذوق والخلق وحبه للرسول لا يقتضي ذلك. طيب، أما رسول الله فلماذا فعل هذا؟ لماذا استاق كل أصحابه وهم مئات؟ النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ينطلق من مبدأ التالي: نتقاسم المغرم مهما كثر، بالعدل الجهد يعني، نتقاسمه جميعا مهما عظم المغرم اللي هو حفر الخندق، ونتقاسم المغنم مهما قل. هكذا، هذا مبدأه. الآن الصحابة كلهم مشتركون سواسية في حفر الخندق في هذا الجهد الكبير الذي بقي أياما. ما أفما ينبغي أن يتقاسموا أيضا بالمقابل المغنم مهما كان قليلا؟ نعم، هكذا تقول الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ترى الإنسانية النامية في كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تقول شفقة رسول الله، لا أقول لأصحابه بل لأمته جمعاء، لكنها نعم ترجمت وحصرت آنذاك في هذا الكم من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان شيئا طبيعيا. وقد جاء المغنم المتمثل في جدي وفي شيء من الشعير، كمية بسيطة من الشعير، جاء هذا المغنم، إذن ينبغي أن يتقاسم الجميع هذا المغنم. ومن ثم دعا أصحابه جميعا، علم أن الذي منع جابرا من دعوة الكل قلة الطعام، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم انطلق من مبدأ آخر. من حق جابر أن لا يراه، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يراه. نعم، استاقهم جميعا. لا، ليس هذا فقط، بل أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يجلس خلف البرمة خادما، وهو الجائع قبل الآخرين. نعم، وأمر جابرا أن يأتيه بالقصع الكبير. نعم، وقد سرد فيها الخبز، فكان يضع فوق الخبز من اللحم والمرق ثم يعود فيغطي البرمة ويقول أعطها. يأتي بالقصعة الثانية كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يجلس خلف البرمة، نعم، يملأ القصعة بالخبز والثريد يعني اللحم والمرق، ويرسله لأصحابه المتفرقين هنا وهناك ليأكلوا، وكان رسول الله آخره. هل رأيتم أما تشفق على أولادها كشفقة رسول الله على أصحابه؟ هل رأيتم أما
رؤوما، نعم، ترعى أطفالها، الرعاية المعروفة، تفدي أطفالها بنفسها، تفعل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. نعم، هذا المشهد الذي نراه هو الذي يجعلنا نطمئن إلى أن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ستنال أمته جمعا، إلا المستكبرين، إلا المستكبرين. نعم، إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أشفق على إخوانه لأنهم جائعون، الجوع مو مشكلة، ما في عذاب، فكيف تكون رحمته بهم غدا إذا وقفوا بين يدي الله يوم الحساب ورأى خطر العذاب يطوف بهم، العاصي والتائه والفاسق، نعم، كيف تكون رحمته بهم آنذاك؟ نعم، هذه حقيقة، نعم، نستبشر بها ونرجو أن لا نكون مخطئين في هذه البشارة أبدا، لكن لابد أن نعلم أن الذين يستثنون هم المستكبرون. العاصي الذي لا يستكبر مكلوء برحمة الله، لأن العاصي الذي لا يستكبر ما الذي يدفعه إلى عصيانه؟ كما أقول مرارا، ضعفه، تغلب نفسه عليه، تغلب يعني غرائزه عليه. فهذا الإنسان عندما يعصي الله بسائق من هذا الضعف لابد أن يعود ويتألم ويقول لربي يا رب ما كنت أريد أن أعصيك لكن أنا ضعيف، نفسي تغلبت، دخيلك يا رب اغفر لي ذنبي. إن لم يقل ذلك اليوم سيقولها غدا، لكن المصيبة مصيبة من يعصي الله متباهيا بعصيانه. طيب، الآن النقطة الثالثة، هذا شيء عرفناه، ولكن كيف تزايد هذا الطعام؟ كيف نما هذا الطعام حتى أصبح مشبعا للمئات؟ لا، بل حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام كما ورد في الصحيح، يقول سيدنا جابر فقام عليه الصلاة والسلام وإن برمتنا لتغط باللحم وإن عجيننا ليخبز. كيف؟ كيف هذا؟ نعم، لا شك أن هذا مبعث للغرابة، لكن لاحظوا ما أريد أن أقوله لكم، تزول هذه الغرابة. أيهما أشد رحمة بهؤلاء المئات الذين استجابوا لأمر رسول الله، بل استجابوا لأمر الله، أيهما أشد رحمة بهم، الله أم رسول الله؟ الله. طيب، رحمة رسول الله من أين جاءت؟ من عند الله. كأن ربنا عز وجل يقول لرسوله أنت أبيت إلا أن تدعو أصحابك جميعا، على الرغم من أن الطعام لا يكفيهم، رحمة بهم، حتى ولو نال كل واحد منهم لقمة رحمة بهم. أفتكون أنت أكثر رحمة بهم مني؟ انظر، شاء الله عز وجل وقضى أن يتزايد هذا الطعام في غرابة، لما رب العالمين يبارك، لما رب العالمين يبارك بلقمة بتصير مئات. نعم، الباري عز وجل قضى ذلك ليتبين لنا أن رحمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم غصن أو فرع من رحمة رب العالمين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام دفعت رحمته إلى أن يستاق أصحابه جميعا إلى هذا الطعام القليل، فإن الله عز وجل رحمته اقتضت أن يتزايد هذا الطعام القليل ويكثر 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 حتى يشبع الجميع من ذلك. صورة تزيدنا تفاؤلا. الآن كنا نستبشر بأننا سندخل في شفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي أعطى رسول الله هذه الشفاعة؟ نعم،
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هنا فهي شفاعة تكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مصدر الرحمة إنما هو الله سبحانه وتعالى. فهل بقي وجه للغراب أيها الإخوة في أن يتزايد هذا الطعام؟ لما سيدنا رسول الله رحمته تدفعه إلى أن يسوق مئات من الناس إلى طعام لا يكفي أكثر من 7 أشخاص. نعم، الباري عز وجل والله هو الذي أودع في قلب رسول الله هذه الرحمة، لم تعد هنالك غرابة في أن نجد هذا الطعام وقد تكاثر وتكاثر حتى نعم شبع منه كل المئات وزاد أيضا. لا، بل العكس، لو أن هذا الطعام لم يزد عندئذ يمكن نستغرب الموقف. لو بقي هذا الطعام بهذا الشكل، نعم كل واحد مننا أكل لقمة أو لقمة ونصف انتهى الإشكال، ربما ساورنا الإشكال كيف رب العالمين، يعني رحمة النبي من رحمة رب العالمين وكيف بقي هذا الطعام. لا، نعم. ولذلك فقولوا لمن ينكر هذا الذي ورد في الصحيح، في صحيح البخاري قصة سيدنا جابر، نعم قولوا عد إلى إيمانك بالله، أسس كلامك على الإيمان بالله، تجد أن الإشكال زائد. أما إذا كنت تعاني من مرض في إيمانك بالله عز وجل فلا تطل الكلام نعم المتنطع فيه الممجوج بالحديث عن فرع لغصن لأصل لا تؤمن أنت به. هذه المسألة انتهينا منها. أيضا هنالك مسألة أخرى أيها الإخوة تنطوي على مبدأ وحكم شرعي وأمور ينبغي أن نعلمها. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ثلة من أصحابه الأنصار والمهاجرين وعرض عليهم أن يعني يصالح قبيلة غطفان، وهي أكبر قبيلة من القبائل التي نعم اتفقت مع قبائل الشرك الأخرى لقتال رسول الله. شاورهم في أن يصالح قبيلة غطفان على إعطائهم بعض ثمار المدينة في مقابل أن يرحلوا وأن لا يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مشان يخفف وطئة القتال عن المسلمين. طيب، وذلك عندما رأى اليهود من جانب والمشركين اللي جاءوا من مكة من جانب وبني مرارة وبني فزارة وغطفان، ثم رأى أن اليهود بني قريظة نقضوا العهد أيضا وهم في داخل المدينة، فأراد أن يستشير وشاورهم فعلا. لكن ماذا كان جوابهم؟ قالوا هل هذا شيء تصنعه لنا يعني من عندك أم هو وحي مننا؟ قال لا، بل هو شيء أصنعه لكم. قالوا لسنا بحاجة إلى هذا الصلح. قبيلة غطفان ما كانت تهنأ بشيء من ثمار المدينة ونحن في ظل الشرك، في ظل الشرك، أفا يقاسموننا ثمار المدينة وقد أعزنا الله بالإسلام؟ لسنا بحاجة إلى هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استبشر. الشيء اللي بدي يقوله، يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام وهو جاد في أنه يريد أن يصالح قبيلة غطفان المشركة بإعطائهم قسم من ثمار المدينة بس يرحلوا عنهم؟ لا، إنما قال هذا ليجس نبض المسلمين من أصحابه أمام هذه الشدة. نعم، كل الأحزاب أحزاب الشرك تألبت على المسلمين، يا ترى ما موقفهم؟ ما هي القوة المعنوية في نفوسهم؟ ما مدى رباطة جأشهم؟ هذا ما دعاه صلى الله عليه وسلم لهذه الاستشارة. ولذلك عندما سمع هذا الجواب منهم استبشر عليه الصلاة والسلام.
إذن لم تحصل أي مراوضة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قبيلة غطفان أبدا. يعني ما جاء رسول الله بزعماء قبيلة غطفان وقال لهم شو رأيكم ترحلوا عنا ونعطيكم، ما حصل هذا أبدا. وإنما جس نبط أصحابه ليعلم مدى قوتهم ومدى رباطة جأشهم وصبرهم. بناء على هذا، هل يجوز لنا، لأن ندخل بقى مسألة فقهية، هل يجوز لنا أن نقول يجوز للمسلمين أن يدفعوا إتاوة لأعداء الله أو جزية كما عبر البعض عندما يجدون أنفسهم ضعافا وعندما يجدون الخطر قد أحدق بهم؟ والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه في أن يصالح قبيلة مشركة وهي قبيلة غطفان على أن يعطيهم قسم كبير من ثمار المدينة. هل هذا الكلام جائز؟ وهل هذا الكلام فعلا له دليل؟ أبدا. الذي يقول هذا الكلام يفتئت على شرع الله. وفي هذا العصر وجد من قال هذا الكلام، قال يجوز للمسلمين أن يدفعوا، لك مو الغرامة، يريد الغرامة جزية لغير المسلمين عندما يجدون المصلحة تقتضي ذلك، وعندما يجدون أنهم ضعاف ولا ينجون من الضعف إلا بهذه الطريقة. ما دليلكم؟ قال دليلنا أن النبي شاور أصحابه في أن يصالح قبيلة غطفان على هذا الأمر. أين يكمن الخطأ بل الدجل في هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام مشاورته لأصحابه في أمر ما لعمل ما لا يعد دليلا على مشروعيته إلا بعد أن يتجاوز الأمر من المشاورة إلى التنفيذ. عندما يخرج الأمر من المشاورة إلى التنفيذ ولا تأتي آية من كتاب الله عز وجل تحول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر آخر، عندئذ نقول هذا أصبح شرعا مقبولا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ما نفذ وإنما شاور، وقلت لكم إنما شاور من أجل أن يستبين مدى قوة أصحابه ومدى رباطة الجأش التي يتمتعون بها. هذا ما دفعه إلى ذلك. مطلق المشورة في أمر ما يدل على مشروع ذلك الأمر، المشورة لعشرين سبب تصير. نعم. ولذلك قال الفقهاء لا يجوز للمسلمين أن يدفعوا باختيارهم شيئا من أموالهم إلى أعدائهم أبدا بشكل من الأشكال، لأن هذا أفظع من الموالاة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. لكن نقول باختيارهم، لما نقول باختيارهم شو استثنينا؟ إذا قامت حرب والعياذ بالله بين المسلمين وغيرهم ودخل المشركون أو أعداء المسلمين في مدينة واستلبوا ونهبوا وأخذوا، طبعا لما بينهبوا بياخذوا هذا مداخل في التكليف، هذا شيء حصل بدون اختيارنا وهذا يكون، هذا يكون. نعم. لكن هل هذا يقال عنه تكليف؟ التكليف لا يكون إلا بما نملك حرية التنفيذ وعدم التنفيذ فيه. التكليف بيتم بثلاث شروط. أولا الإعلام، أتلقى علما من الله بأن الله كلفني بهذا، هذا شيء الأول. الشيء الثاني القدرة على تنفيذ ما كلفت به. الشيء الثالث أن أنفذ هذا الأمر باختياري، فالملجأ لا يكون مكلفا. نعم، الملجأ لا يكون مكلفا بشكل من الأشكال. بناء على هذا، إذا كان المسلمون يملكون حريتهم واختيارهم، هل لهم أن يدفعوا شيئا من أموالهم لأعدائهم بنوع من الاتفاق والصلح وما وإلى ذلك؟ هذا لا يجوز أبدا، دون ذلك خرط القتال.
لكن إذا قامت الحرب وتغلب أعداء المسلمين على المسلمين، استلبوا أرض، وطن، مال، هذا بيصير، وهذا شيء آخر. نعم، هذا الأمر لا علاقة لنا به. إذن هذه المراوضة أو هذا التشاور الذي قرأناه في الأسبوع الماضي أو القبل الماضي من رسول الله لبعض من أصحابه ليس دليلا على مشروعية، نعم، مصالحته لقبيلة غطفان بمبلغ من المال أو بثمار المدينة، لأن هذا التشاور إنما كان القصد منه بيان الروح المعنوية عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة، نسأل ونجيب باختصار ثم نشرح الجواب بدرس آتي. كيف وبأي وسيلة انتصر المسلمون في هذه الغزوة؟ مثل عادة، انتصر المسلمون بالالتجاء إلى الله والتذلل على أعتاب الله والانكسار على باب الله، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمود الفقري في عوامل النصر، أساس النصر من هنا ينطلق. نعم، كان هذا سبب النصر في غزوة بدر، كان هذا سبب النصر أيضا في غزوة أحد. طبعا انتصر المسلمون كما تعلمون، لكن الباري أدب سلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مظهر جميع أصحابه بسبب ما ذكرناه لكم، اجتهاد كان منهم. طيب الآن أيضا سبب الرئيسي لانتصار المسلمين في غزوة الأحزاب التجاء الرسول والصحابي. انظروا إلى هذا الكلام الرباني: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. نعم، في سورة الأحزاب يبين الله عز وجل كيف كان يعني التجاء المسلمين إلى الله وكيف استجاب الله عز وجل التجاءه. طبعا هذا لا يعني أنه الباري عز وجل يقول لهم التجئوا وبس، ما في تاني، لا. كيف حفروا الخندق؟ السبب المادي موجود، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة موجود، لكن هذا كالجسد يحتاج إلى روح. روح الإعداد ما هو؟ نعم، الكلمة التي أختم بها هذا الدرس لكي يبقى صداها إلى الدرس الآتي: دواء الانتصار بالأمس هو دواء الانتصار اليوم. السر الذي كان من ورائه انتصار المسلمين العجيب الأمس هو السر لانتصار المسلمين اليوم. فإذا عاد المسلمون يستعملون هذه الوسيلة اللي هي صدق الالتجاء إلى الله على كل المستويات، والله لينصرن الله عز وجل أمتنا هذه نصرا مؤزرا لا يختلف عن نصره لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أدري لماذا لا نستعمل هذا الدواء، لا نستعمل هذا الدواء. مو استعمال الدواء أنا وأنتو، لا، الكل. هلا لما النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب كان هو وأصحابه عمل تجوا إلى الله، من كان في مقدمتهم؟ من كان إمامه في الالتجاء؟ سيدنا رسول الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام طول الليل ما كان ينام، هذا كان بيناموا، نعم، طول الليل مو نايم، وهو يلتجئ إلى الله ويتضرع. إذا قادة الأمة ينبغي أن يكونوا على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الالتجاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك.
اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نحن عبيدك الضعفاء الفقراء واقفون ببابك منكسرون أذلاء يا ذا الجلال والإكرام. نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وفاضت لك عبرته، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك إلا استجبت دعاءنا إلا حققت رجاءنا يا رب العالمين. يا رب أصلحنا وأصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يا رب ردنا ورد قادة المسلمين إلى دينك يا رب العالمين. يا رب أنت هادي المضلين، أنت مقيل عثرة العاثرين، اهدنا جميعا في من هديت، عافنا جميعا في من عافيت يا رب العالمين. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.